مايكل بلك نجم الكرة الألمانية يقول بأن قطر استغلت هذا الحدث واستغلت ليونيل ميسي من أجل إجباره على ارتداء العباءة الخليجية. نفس الكلام بالنسبة للإعلام الألماني، وحاجة يعني جعلت هناك من الغضب الكبير لدى رواد السوشيال ميديا، رأوا بأن هذه التصريحات بالفعل تمثل عنصرية من قبل الغرب تجاه العرب. يعني ما الذي يزعجهم بهذا الشكل الكبير ويجعل نجوم ألمانيا يخرجون بهذا الشكل ليشيرون إلى أن هذا المشهد كان نقطة سوداء في تاريخ البطولة؟ نحن متفقون أستاذ علاء أن الغرب كان طوال هذه الفترة السابقة الماضية يبثون السموم عبر الإعلام لتشويه صورة الإسلام والمسلمين والعرب، يصورون العرب على أنهم يعني بلاد العالم الثالث، نحن يعني رمز للتخلف، رمز للانحدار، رمز للتعصب، رمز لإهانة المرأة، رمز لتقييد الحريات، ويعني ورمز للإرهاب. يعني هذه العباءة التي ارتداها ميسي كانت تصور في الإعلام الغربي على أنها مشهد أو يعني سمت للرجل العربي المتخلف، لهذا الرجل الذي يعني يستعبد زوجته، يعني يقيد حرية أولاده. لكن الكل رأى أن العرب بفضل الله سبحانه وتعالى منفتحين، يعني وإن كانوا حتى برغم التزامهم بقيمهم وبتعاليم دينهم إلا أنهم منفتحين، يشاركون في كأس العالم، نظموا أفضل كأس العالم منذ على مدار التاريخ، يعني والحمد لله، يعني الكل شاهد سماحة الإسلام والمسلمين، الكل شاهد الترحاب، الكل شاهد كرم العرب على أرض قطر، الكل شاهد السماحة، الكل شاهد مشهد مختلف تماما عما يصورونه في الإعلام. وهذا ما أغضهم أكثر. لو فشلت قطر في تنظيم كأس العالم، لو فشلت قطر في أنها تبدي فعلا أنها تنجح في تنظيم كأس العالم وظهرت بمشهد غيره، كان ستجد الشماتة في قطر، يعني مع أمثال هؤلاء.